برايمري والسكندري يعني دايما الهاي برايمري يعني مش شرط مش ضروري كل سنه دوره استقرار الكلام ده كونسبت لازم تكونوا فاهمينه. هناك لما بعمل اوبن سيرك بعمله على مين؟ على هارفرد القرايه دي على هل النو دوت له علاقه بالبرايمري والسكندري مش شرط بس يجيبها لي المساله مش طبيعيه انا مش بعرف المساله. طيب هل اللي انا بقوله ده مفيش غيره؟ لا انا ممكن واحد ثاني يقول لي انا هعمل الشورت سيركت هعمله على النو معايا شو زين انا او انا اسف عمر انا هعمله على الهايبر كده على النو صح بس حد يعمل شورت سيركت على الهايبر مش هيعرف. فانا بعمل ايه؟ اقول لك اعمله يا سيدي على النو خد راتك على الهايبر كده احولها بجد ستريش هو ده اللي احنا بنعمله عشان تبقى انت فاهم احنا مش فاكر ان احنا ده على ده وده على ده لا بس انا بجيبها ايه؟ في السهل اللي انا اقدر اعمله كمعمل وبعد كده اقدر اجيبها الناحيه الثانيه جبتها كلها اقدر اجيبها الهايبر اللي انا اقصده ده يا باشمهندس ان انا اقدر اجيب الاس والاكس ان لو بتكلم عن الاوبن سيركت في الهاي وفي اللو واقدر اجيب الار اكويفالنت والاكس اكويفالنت واقدر اجيبها فين؟ في الهاي وفي اللو مش مشكله بس على حسب انا شغال شورت سيركت ولا اوبن سيركت ومنها اقدر احول بالاي لهم خلاص؟ عشان بس الناس ايه كانت حافظه حاجات كده ايه مش مظبوطه. طبعا دايما الار سي والاكس ان بيتجابوا ازاي؟ ها؟ الار سي مثلا بيجيبها ازاي؟ ها؟ في على الاي بس الاي وساين فور خلاص يا شمسي والثانيه دي على الاي ساين فور اللي هي الاكس ان واحد ثاني ما بيحلش بالطريقه دي حلها ازاي؟ كده انا بي سكوير على بي والثانيه بي سكوير على كيو صح يا بابا تاني بعد يقول لي يا شمسي ما بيحلهاش اي وساين اي ساين ده هو بيحلها ايه؟ بي سكوير على كيو صح معايا يا شمسي ما هي بي سكوير على الاي هي البي اصلا وبي سكوير على الاكس هي مين؟ كيو خلاص فدي او دي صح 100% مش كده خالص ناخد بالنا بقى من الفوتو سيميليشن لان مطلوبه هنا يا ترى انا شغال ايه؟ التستات على قد ما هو شغال على الفوتو سيميليشن دي فتبقى في واحد ناقص بي 2 داش على في واحد لكن انت عارف كويس ان انا عندي ست حالات فيها فوتو سيميليشن زي ما قلنا الاكزاك والبريكتو سكندري وهناك الابروكسيميت العاديه والبريكتو سكندري فانت فاهم انت عايز الفوتو سيميليشن في مين فيهم؟ وبناء عليه في واحد ولا في 2 داش ولا في واحد ولا في 2 داش ولا في بس واحد معايا يا جماعه الناس فاهمه انا عايز اقول ايه؟ على حسب الحاله حط الفوتو سيميليشن. طيب كده نسيت كده الار سي والاكس ان الا في حاله واحده هي ان الاي 2 هي الاي شورت سيركت. تاني حته دلوقتي بقول لك الدبليو اوبن سيركت تقول لي هي الدبليو اي شورت هي الاي نص. لكن لما اقول لك الكفر نص هل هي الدبليو شورت سيركت تقول لي لا امال ايه اللي هي هي لو قلت لك الاي 2 ريتد هي الاي شورت سيركت. العلاقه ما بينهم هي الاي 2 ريتد على الاي شورت سيركت تقول لي دبليو انتوا عارفين الكلام ده. معايا يا جماعه؟ والطبيعي كمان الاكثر ان الاي شورت سيركت تكون اعلى من الاي 2 ريتد. خلاص لكن لو هو مديها لي ترجع بعض يبقى على اي شورت سيركت سكوير. اي على اي شورت سيركت سكوير. اما لو الاثنين زي بعض، كده هتجيب اي كده الاثنين والاثنين زي بعض خالص. يبقى تقدر هي الدبليو كفر هي فعلا هي الدبليو شورت سيركت. دي الحاله الاولى. خلاص؟ الحته دي مهمه جدا جدا والناس مش واخده بالها منها. مالهاش على فكره برضه مش علاقه خالص بالاكس. الاكس حاجه ودي حاجه. خلاص؟ طيب انا بقول طبعا مستني حد يقول لي لو عندكم حاجه معينه انا تحت امرك ما فيش مشكله خالص بالنسبه لي ان شاء الله. طبعا اللي هو الجسم بتاع الدائره ده مش عارف يقول عليه مش مشكله. اي ريتد على 10 سيركت اللي هو بتيجي تجيب الكفر تقول هي الدائره شورت سيركت مضروبه بمين؟ بالاي 2 ريتد على الاي شورت سيركت تقول لي تمام. امتى تقول الدائره الكفر هي الدائره شورت سيركت؟ لو الاي 2 ريتد اصلا بعد ما تصدق الثالث هي الاي شورت سيركت اللي ادالك